تعرفوا على مليكة، لبوءة صغيرة في قمة مستواها، مفترسة نخبوية وجزء من أخوية قوية، واحدة من أشرس صيادي أفريقيا. لكنها في الوقت ذاته مجموعة داعمة من الأمات اللطيفات والمحبات. شارفت مليكة على دخول عالم الأمومة المجهول لأول مرة. شاهدوا شبليها إيسا ونورو ينموان من أمان الرحم إلى لحظاتهما الآسرة الأولى في العالم. الحفاظ على سلامتهما في هذه الزاوية البرية من أفريقيا يتطلب شجاعة ودعماً من والدتهما وبقية مجموعتها، بينما ترتقي إلى مستوى تحديات تنشئة الحيوان. مباشرة بعد طلوع الضوء تستمتع مليكة اللبوءة البالغة 4 سنوات بمشاهد سهول جنوب أفريقيا وأصواتها. هذه المساحة الشاسعة من السافانا المفتوحة هي أرض صيد عائلتها. هذا وطنها. في كل يوم تلقي مليكة التحية على أفراد عائلتها بفرك الرأس، أمر يساوي العناق بالنسبة إلى الأسود. إنها الأصغر في جماعة أخوة حنونة مكونة من والدتها أما وأخواتها وخالتها وابنة عمها. المجموع 6 لبوءات مع أسد ذكر واحد هو زعيم المجموعة بهاتي. تعد الأسود القطط الكبيرة الاجتماعية الوحيدة، وتقضي مليكة أكبر قدر ممكن من الوقت مع عائلتها. إن قربها المميز من المجموعة يبني روابط تدوم مدى الحياة. احتضان سريع من أحبائها يعني كل شيء بالنسبة إلى مليكة، وخاصة أنها تخفي سراً الآن. مليكة حبلى. داخل رحمها بدأت حياتان جديدتان تتشكلان، إيسا وشقيقها نورو. في الأسبوع 7 بلغا تقريباً منتصف طريق رحلتهما التي تمتد 15 أسبوعاً حتى الولادة. طريق نمو طويل حتى تصبح الأجنة أكبر حيوان لاحم على أرض أفريقيا. نظراً لأنهما محميان بجسد أمهما فهما غير مدركين للحياة الصعبة التي تنتظرهما. لكن ما يبعث على الدهشة أن مليكة ليست الوحيدة التي تحمل جيلاً جديداً من الأسود، بل والدتها أما حبلى أيضاً. في الواقع تزامن الأسود دورات الخصوبة والولادات. بالنسبة إلى الأشبال الحديثة الولادة تبعث الكثرة على الأمان، وتصبح تربيتها أمراً عائلياً جداً. لكن هنا لا وجود لمصطلح إجازة الأمومة، فعندما يحين وقت الصيد يجب على مليكة وآما أداء أدوارهما المعتادة.
مليكة أفضل متعقبة في المجموعة، تكون دائماً في المقدمة وفي المنتصف. تحيط أما وبقية الإناث بالخارج ويختفين في العشب الطويل. اختيرت الفريسة وبدأت اللبؤات باتخاذ مواقعها. مليكة صامتة ودقيقة تنتظر اللحظة المثالية لدفع الهدف وقيادته إلى آما وخالتها اللتين تنتظران في الكمين. ترغب اللبؤتان الحبليان في تناول الطعام أولاً، لكن تراود بهاتي أفكار أخرى. نظراً لأن سلوكه غير متوقع عندما يكون جائعاً، ولأنه غاضب حتى في أفضل الأوقات. لا تمانع اللبؤات سلوكه، إذ إنها تريد عضلاته لحمايتها. هذه مكافأته لكونه الحارس الشخصي للمجموعة، وعليه الحفاظ على قوته. حدثت عملية صيد الحيوانات البرية هذه في وضح النهار. عادة ما تصطاد في الليل، وغالباً ما تقضي أوقات النهار في التسكع، لكن شمس الظهيرة اليوم تزعج مليكة. يجب أن يكون هناك مكان أكثر برودة. وكجميع الأسود، تمشي مليكة على أطراف أصابعها برفع كعبها ومشط قدمها. تعمل الوسائد الناعمة الموجودة على كل كف مثل الوسائد، كما أن الفرو الذي ينمو بين كل إصبع قدم يكتم صوت خطواتها. مخالب مليكة هي نسخ كبيرة الحجم من مخالب القطط المنزلية، كما أنها من الكيراتين، أي إنها مثل أظافرنا بالضبط، حادة وقوية ومثالية للإمساك بالفريسة، كما أنها ممتازة للتسلق. وهنا في الأعلى يوجد على الأقل بعض النسيم العليل لهذه الأم المستقبلية. داخلها تحدث أشياء كثيرة. في عمر 7 أسابيع تنمو إيسا ونورو بسرعة ليصبحا أسدين صغيرين. من الناحية الوراثية ترتبط هذه الأسود ارتباطاً وثيقاً بالقطط المنزلية، لكن هذه القطط الصغيرة تمتلك بنية عضلية أكبر وتمتلك أنفاً مميزاً جداً. على الرغم من أنها صغيرة الآن، ستنمو كفوف إيسا الأربع لتصبح واحدة من أقوى أسلحتها. ويوماً ما يمكن أن تتسلق شجرة للهروب من الحرارة أو أن تراقب وطنها تماماً كما تفعل والدتها. لأنه سيأتي دائماً بعض مثيري المشاكل الذين يسعون لسرقة فرائسها. يتعدى هذا الفهد على ممتلكات الغير.
تتفاعل معه ماليكا أولاً. لكن حان الوقت ليجعل بهاتي حضوره محسوساً وملموساً. لن يروا هذا الفهد مجدداً عما قريب. سادت قوة المجموعة مرة أخرى. تمثل ماليكا وبهاتي وبقية اللبؤات معاً قوة لا تقهر. لكن عندما يحين موعد ولادة ماليكا، سيتعين عليها مغادرة المجموعة والاعتماد على قوتها وشجاعتها لجعل الحياتين الجديدتين تبصران النور بأمان. وبعد مرور شهرين، يسود جو من التوقعات السهولة الأفريقية. في الأسبوع 15 من الحمل، أنهت ماليكا فترة حملها. وعلى الرغم من الوزن الكبير الذي تحمله، لا يزال لديها عمل لتقوم به. كل بضعة أيام تصطاد مع العائلة. بالنسبة إلى الأسود، كلما كانت مجموعة الصيد أكبر، كانت أكثر نجاحاً. لكن مع كل هذا الوزن الزائد، تتباطأ حركتها، كما تشعر ماليكا بعدم الارتياح اليوم. تلك علامة على أنها على وشك أن تستعد للولادة. لكنها لا تستطيع الولادة هنا في الخارج، ضمن أرض صيد مفتوحة. لأول مرة في حياتها، يتعين على ماليكا ترك أمان عائلتها ودعمها. والدتها آما غادرت قبل 3 أسابيع لتلد في مكان هناك. هكذا تتصرف الأسود. المكان الوحيد الذي يمكن أن تفكر ماليكا في الذهاب إليه هو نتوء صخري على أطراف أراضيها. لا بد من وجود مكان للاختباء فيه هنا، بعيداً عن أعين الحيوانات المفترسة الأخرى. كل هذه الأشياء جديدة بالنسبة إلى ماليكا، لكن ينبئها حدسها أن هذه التضاريس الشديدة الانحدار والوعورة هي المكان المناسب للحفاظ على أمانها وإنجاب شبليها. إن إيسا وشقيقها نورو صغيران، إلا أنهما تكونا على نحو مثالي في رحمها وباتا مستعدين ليبصرا النور. بوزن 1 كيلوغرام و360 غراماً لكل منهما، هما أثقل ب10 مرات من القطط المنزلية، وتتحرقان شوقاً لرؤية العالم الخارجي. وعن طريق الركل، بل وحتى بعض الركض، أصبحت إيسا مستعدة لاختبار مهاراتها الحركية. لن تنفتح عيناها إلا بعد مرور أسبوع على ولادتها. ستكون عمياء، لكن ليست جاهلة تماماً. ستستخدم شواربها، فالشوارب أشبه بحساساتها الممتازة. وعن طريق اللمس والاهتزاز، تستطيع إيسا الرؤية بفعالية مع أن عينيها مغمضتان. وأخيراً،
نمت طبقة كاملة مذهلة من الفراء. على عكس الأسود الذهبية البالغة، تولد الأشبال ببقع خفية مموهة لإبقاء إيسا وشقيقها نورو مختبئين، لأنهما عندما يولدان سيكونان من دون دفاع وسيحتاجان إلى كل مساعدة ممكنة. يمكن أن تلد في أي لحظة. تعلم مليكة بأن إيسا ونورو سيخرجان إلى العالم قريباً. يشرق فجر جديد على النتوء الصخري، ما يشير إلى بداية جديدة بالنسبة إلى مليكة. إيسا وشقيقها نورو هنا. يظهر الجانب اللطيف لمليكة على نحو طبيعي. لا يمكن لهذه المفترسة المخيفة أن تكون أشد لطفاً من هذا. أصبحت هاتان الكرتان الزغبيتان الآن مركز عالم مليكة. في الوقت الحالي لن تفعل إيسا ونورو شيئاً باستثناء الأكل والنوم. تتكدس الظروف ضد شبلي الأسد الصغيرين هنا. لا يمكن لهذه الأم الجديدة أن تغفل أبداً خلال الأيام المقبلة الصعبة. يتعين على مليكة البقاء مكانها وبذل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامتهما. بعد 3 أسابيع حققت إيسا ونورو تقدماً كبيراً وتضاعف حجمهما، وأخذ وزنهما بالازدياد. والآن يسير كلا الشبلين بثقة. إذن حان وقت الاستكشاف. لا يسع إيسا الانتظار لرؤية ما يوجد في الخارج. من الجيد أن الشبلين لا يزالان صغيرين لاستعادتهما بسهولة. أما نورو فلا يريد سوى قضم كل شيء، بما في ذلك أذن أخته. كل هذه الخشونة مرهقة. لكن بعضاً من حليب الأم يسرع التعافي. يشربان من حليبها 5 مرات في اليوم تقريباً. حليب مليكة الغني بالبروتين والدسم يحافظ على صحة الشبلين ونشاطهما. لكن لإنتاج ما يكفي منه تحتاج إلى وجبة جيدة. على الرغم من كونها أماً جديدة، يتعين عليها أيضاً استئناف دورها كصيادة. عندما تفعل ذلك ستضطر إلى ترك إيسا ونورو وحدهما ليكون عرينها المتشابك وسيلة حمايتهما الوحيدة.
يمكن المجموعات المنافسة والفهود المنفردة وعشائر الضباع اقتفاء رائحتها، وسيتعين عليها البقاء متخفية حتى تصبح أقوى. ربما يستغرق الأمر 4 أسابيع أو 5، وهو أمر ليس مثالياً أبداً، لكن لا تملك مليكة أي خيار آخر. عادة تتعاون عائلتها لنصب فخاخ وكمائن، لكنها وحدها هذه المرة. ضبطت. يوجد كثير من الفرائس هنا، لكن العشب أقصر من أن تختبئ فيه. لا تستطيع مليكة الاستسلام، يجب أن تأكل. يؤتي إصرارها ثماره، لكنها تتطلع إلى اليوم الذي يمكنها فيه العودة إلى مجموعتها، حيث يحدث الصيد كفريق فرقاً كبيراً. في انتظار عودة أمهما، يمكن أن تكون السافانا مكاناً مخيفاً بالنسبة إلى شبلين صغيرين وحدهما. ومع اقتراب الليل، يعتمدان على حواسهما الفائقة للبقاء في حالة تأهب. يمكن القول إن بصر الأسد هو أهم حاسة يملكها، حيث يمنحه رؤية حادة جداً حتى في الليل الحالك. حاسة السمع لديهما ممتازة، يمكنهما إدارة آذانهما في اتجاهات مختلفة للإصغاء إلى الأصوات من حولهما. وصلت مليكة أخيراً. من الشبلين آمنان ويشعران بسعادة لرؤية أمهما. تدرك مليكة أن الاعتناء بشبليها وبنفسها سيكون أمراً غاية في الصعوبة. في عمر 6 أسابيع فقط، تمنح مليكة إيسا ونورو مزيداً من الوقت للنمو قبل العودة إلى الديار. يجب أن يمتلكا قوة كافية لمواكبة المجموعة، وإلا فسيخاطران بالتخلف عن الركب. ينمو الشبلان بسرعة ويصبحان مفعمين بالطاقة والحيوية. يعتقدان بأن هذا وقت اللعب طوال الوقت. أتقنا للتو أساسيات الحركات التي سيحتاجان إليها كبالغين، من المشي إلى الجري وحتى القفز. وعندما لا يهاجمان أمهما، يتصارعان معاً. لا يعرف نورو متى يطفح الكيل. لكن يبدو أن إيسا ليست بشبلة تتراجع.
يزدادان صخباً وجلبةً كل يوم. حافظت مليكة على سلامتهما بإبقائهما مخفيين، لكنهما الآن يجذبان الانتباه. لا تحب الأفيال الأسود، يمكنها بسهولة أن تدوس الشبلين وتقتلهما، بل وحتى أن تهاجم مليكة. لم يرى الشبلان شيئاً بهذا الحجم في حياتهما، لا يعرفان كيف يجب أن يتصرفا. ينبغي لمليكة إخراجهما من هنا. كان ذلك وشيكاً. نأمل أن تكون إيسا ونورو قد تعلما درساً، لا تعبث مع العمالقة. لكنهما الآن خرجا من وضع سيء إلى أسوأ. ثمة لبوءة كبيرة تظهر تغطيها ندبات المعارك. يمكن أن يكون ذلك سيئاً جداً إن كانت من مجموعة منافسة. لكنها ليست غريبة، إنها آما، والدة مليكة وجدة الشبلين. وصلت لتقدم لابنتها بعض الدعم، وأنجبت آما ثلاثة أشبال جديدة أكبر من إيسا ونورو بثلاثة أسابيع فقط. إنه توقيت مثالي. تحتاج إيسا إلى أصدقاء لتحسين مهاراتها الاجتماعية. يجب أن تتعلم كيف تعيش جنباً إلى جنب مع الأسود الأخرى في المجموعة. والجدة آما موجودة للمساعدة على تمهيد الطريق. جاءت لتقود الجميع إلى الديار. ستخوض إيسا ونورو وأصدقاؤهما الجدد هذا الإنجاز المهم معاً، وتتحرق مليكة شوقاً للعودة إلى عائلتها. لكن مع وجود كثير من الأرجل الصغيرة، سيستغرق الأمر يوماً كاملاً للوصول إلى وجهتها. أصبحت في الديار مجدداً. حان الوقت لتعريف الأشبال الصغيرة بالمجموعة. أخيراً، لقاء طال انتظاره مع الأخوات. تحيي مليكة الجميع بجولة حنونة من شم الأنف. تنضم الأشبال إلى لم الشمل. يبدو أنها نجحت على الفور.
بعد هذه الرحلة الطويلة يشعر فريق المسافرين المرهقين بالعطش. حان الوقت ليستكشف الأشبال حفرة المياه الخاصة بالمجموعة ومضيفوها من الغرباء المميزين. إيسا ونورو غير متأكدين مما ينوي هؤلاء فعله. ويوجد وحش آخر في الجوار، إنه بهاتي يمشي ليروي ظمأه. لم يسبق لإيسا ونورو أن رأيا هذا الأسد الكبير يوماً. يبدو أن الوقت حان لإلقاء التحية على الأب. نورو مستعد لذلك على ما يبدو. تقريباً. لكن تأمل إيسا ترك انطباع أكبر. ذكور الأسود مزاجية ولا علاقة لها بتربية الأشبال حتى التي من صلبها. كان ذلك بمثابة تحذير. لا يقوم بهاتي بالرعاية النهارية. تسارع الجدة آما لمواساتهما. لا يزال أمامهما الكثير ليتعلماه. لكن آما ومليكا موجودتان لإرشادهما خلال الأشهر المقبلة. بعد مرور 4 أسابيع، أصبح عمر إيسا ونورو الآن 3 أشهر وينموان بسرعة. تتغير أجسادهما باستمرار، وهما الآن في مرحلة ظهور الأسنان. ظهرت الأنياب الثاقبة أولاً، والآن بانت آخر أسنانهما الخلفية. ويساعد القضم على العصا على صرف الانتباه عن التهاب اللثة. الأسنان الجديدة الحادة ليست بخبر سعيد بالنسبة إلى مليكة. لكن نورو ليس من النوع الذي يقبل الرفض إجابة. سيتعين على مليكة احتمال هذا لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. لكن ليست جميع الأخبار سيئة. هذا هو المكان الذي تكشف فيه إحدى نقاط القوة المذهلة للأخوة عن نفسها. يمكن لأي أم مرضعة توفير الحليب لأي شبل يرضع. يمكن لمليكة وآما تقاسم الواجبات. تمتاز قلة قليلة من الأنواع بالإيثار حول العالم. أصبح لدى المجموعة حضانة مميزة جداً. تنمو ثقة إيسا وفضولها بسرعة ذاتها التي تكبر بها. وكما والدتها أخذت عنها تسلق الأشجار. هذه الكفوف أروع بكثير مما ظنت. يبلغ حجم مخالبها نصف حجم مخالب أمها. إنها ممتازة للتمسك.
هكذا تكون المراقبة المثالية. على مسافة غير بعيدة يمكنها رؤية والدتها تتصرف بغرابة. لفت شيء انتباه مليكة. حيوان بري. من كانت متربصة مرة تبقى متربصة إلى الأبد. رصدت آما الحيوان البري. إنها عملية صيد لا يمكن أن تفوتها إيسا. ليس هناك طريقة أفضل للتعلم من مشاهدة الأم والأخوات يصطدن مباشرة. تتخذ آما وقريبتها موقعهما وينتظر الجميع إشارة مليكة. نجحن. العمل الجماعي المذهل للأخوات نجح، لكن لفتت كل هذه الضجة انتباه بهاتي. إنه معتاد إيقاظ نفسه عندما يكون هناك وجبة طازجة. إيسا جائعة بدورها. ولأنها شبل تتذيل ترتيب المدعوين إلى العشاء. يجب أن تعلم مكانها، لكن إيسا هي إيسا. تحاول الانضمام إلى والدها في مأدبته. لن يجرؤ شيء آخر على فعل ذلك. يتعرف بهاتي على روح ابنته ويفتح المجال لإيسا. نالت القبول الكامل من أبيها، والأفضل من ذلك أن هذه اللبوءة الصغيرة الجريئة تذوقت طعم اللحم للمرة الأولى. إنه لإنجاز كبير بالنسبة إلى شبلة صغيرة جداً. عادت مليكة بسرعة إلى الحياة اليومية للمجموعة. لم تنس إيسا صيد الحيوان البري، وتغتنم كل فرصة لمشاهدة والدتها أثناء الصيد. يجب أن تتعلم الكثير. الدرس الأول: إتقان الاقتراب. لتتمكن من الاقتراب، يجب أن تلزم إيسا الصمت مثل أمها. الدرس الثاني: البقاء منخفضة، أن تكون غير مرئية. الدرس الثالث: الهجوم مثل جدتها. تمكنت منها. وأخيراً تذوق نور دواءه. والآن تريد شيئاً أكبر وأكثر صعوبة لتكمن له.
اختارت شيئاً لم يسبق لهما أن رأياه. وحيد القرن. ليس كبيراً مثل الفيل، لذا تظن أن هذه قد تكون فرصة مثالية للتدرب على المطاردة. لكن وحيد القرن خيار خطر، وخاصة أن هذه الأم تحمي صغارها. لكن إيسا أصغر من أن تفهم إشارات التحذير. الأمر برمته جذاب جداً. لا يدرك أي منهما أنه قد يتعرض للدهس إن اقتربا كثيراً. ترى مليكة ما سيحدث. يجب أن تتصرف بسرعة. فرصتها الوحيدة هي تشتيت انتباه وحيد القرن وإغراؤهما بالابتعاد، وذلك باستخدام نفسها طعماً. إن هاجمت أنثى وحيد القرن فيمكن أن يقتل مليكة. إنها بحاجة ماسة إلى الدعم. جاءت آما والأخوية للإنقاذ. تتنفس جميع اللبؤات الصعداء. أنقذت مليكة صغيريها بوضع نفسها في مرمى النار. أثبتت هذه الأم الجديدة بلا شك أنها بالفعل الملاك الحارس لشبليها. بعد مرور أشهر عديدة من العمل الشاق، أصبح من الواضح أن مليكة باتت تتقن الأمومة. نجت وحدها في أول تجربة لها. أنجبت وحدها وتعلمت معنى التضحية والالتزام. لا يزال أمام صغيريها إيسا ونورو المشاكسين والشجاعين الكثير ليتعلماه. لكنهما سيحظيان دائماً بدعم وتوجيه ثابتين من أمهما وجدتهما وبقية أفراد العائلة، وسيتشاركون معاً أفراح لعبة تنشئة حيوان وتحدياتها.